أهلا بكم مشاهدينا، ونستهل هذه النشرة بهذا الخبر العاجل، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلاوديو ديسكالزي رئيس شركة إيني الإيطالية للبترول. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء تناول متابعة نشاط شركة إيني في مصر بمجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول. هذا وقد أعرب الرئيس عن التطلع لمواصلة الشركة التوسع في أنشطتها في مصر، خاصة في مجال التنقيب، وذلك لتعظيم موارد الدولة من الغاز والبترول واستغلالها على النحو الأمثل. هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة البترول بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتسهيل نشاطها في مصر وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها. من جانبه، استعرض رئيس شركتين مجمل تطورات المشروعات المتعددة والتي تنفذها في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، خاصة في البحرين الأحمر والمتوسط والمنطقة الغربية، مشيدا بمسيرة الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية والتي تحظى بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر الإيجابي على نجاح أعمال الشركة وأنشطتها لتصبح مصر أحد أهم الدول لعمل الشركة على مستوى العالم.